يقول السائل: ما حكم شراء البيوت في أو عن طريق البنوك؟ لا يجوز أخذ القروض الربوية من البنوك، الربا لا يجوز للمسلم أخذه واستعماله، لأن الله جل وعلا حرمه وتوعد عليه، وفي الحلال غنية عن الحرام. وإذا كان الإنسان ماله بيت ملك يستأجر إلى أن ييسر الله له ويستطيع يشتري بيتا يسكنه أو يعمر بيتا يسكنه، يستأجر إلى أن ييسر الله، أما كونه يلجأ إلى الربا هذا حرام ولا يجوز. نعم.